أنا سعيدة النهاردة بالتعاون اللي حاصل ما بين مؤسسة بهية ومؤسسة فاهم للدعم النفسي. شهر أكتوبر من الأشهر الهامة جداً اللي فيها شهر توعية بسرطان الثدي وأيضاً الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية. تحية للقائمين على مستشفى بهية وتحية لمؤسسة فاهم اللي قدرنا أن احنا الاثنين نلتقي النهاردة في أول مرة للحديث مع أصحاب الأمراض العضوية. ربنا يحفظ الجميع.